إقبال كبير في أمريكا وكندا على لعبة البرنوس الأحمر، لعبة بطلتها المقاومة الجزائرية ليلا فاطمان سومر وأبناء منطقة جرجرة الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي. The Red Burnous, Algeria 1857. The Red Burnous, Algeria 1857. In which you play as Algerian villagers fighting back against the French. So the Berber resistance in Algeria in, well, 1857 against the French forces. لنتعرف على هذه اللعبة. يمكن أن تلعب من شخص إلى أربعة أشخاص. تستطيع تحريك القوات من قرية إلى أخرى وتجنيد أبناء المنطقة. ويمكنك شراء الكروت من السوق لتستعد للحرب. هذه اللعبة تعود بنا إلى منتصف القرن الثامن عشر وإلى جبال جرجرة التي قاومت الفرنسيين. بعد استسلام الأمير عبد القادر وقوته في الغرب، حاول الفرنسيون التوغل شرقا نحو جبال جرجرة، وذلك عام 1847. وجدوا مقاومة شرسة بقيادة المقاوم بوبغلة حتى وافته المنية. في عام 1854 تولت ليلا فاطمان سومر وشقيقها الطاهر قيادة الجيش لصد توغل نحو 12 ألف جندي فرنسي. قاومت القرى برجالها ونسائها، وبعد يومين من المعارك الشرسة تكبد الجيش الفرنسي خسائر ثقيلة وانسحب، لكنه عاد بعد ثلاثة أعوام. ففي ربيع 1857 أرسل الجنرال جاك لويس روندون 35 ألفا من جنوده مدججين بالأسلحة وسحق القرى المقاومة، فاعتقلت ليلا فاطمة وشقيقها. بعد ست سنوات في الإقامة الجبرية توفيت ليلا فاطمان سومر وعمرها لا يتجاوز 33 عاما. لقبت بجون دارك جرجرة، ونقلت رفاتها من جرجرة إلى مقبرة العالية في العاصمة الجزائرية، وبقي اسمها خالداً.